برحب بحضراتكم مرة أخرى ولسه مستمرين وصباح دريم بعد طبعا موضوع صعب جدا والإرهاب وما يحدث في سيناء. فقلنا إن إحنا بقى نبتعد عن كل ده ونروح بقى لحاجة مختلفة كده وخفيفة علشان يبقى صباح حلو. كل ست وكل بنت أهم حاجة عندها طبعا الجمال والموضة. فالنهاردة معانا مصممة أزياء مختلفة متميزة الحقيقة، نقدر نقول ان هي تركيزها اكتر على السواريهات. هنعرف منها النهارده معلومات كتير جدا عن نوعيه القماشه، عن نوع القماش اللي بيليق مع كل جسم، على الالوان. مش اي واحده تقدر تلبس اي لون، لا، في الوان معينه تقدر تظهر جمالك، تقدر ان انت تكوني اكثر اشراقا فيها. وكمان هنعرف خطوط ازياء والوان ربيع وصيف 2014. اسمحوا لي ارحب بضيفتي في الاستوديو مصممه الازياء الاستاذه نهال. أستاذة نهال خليفة، أهلا بيكي. أهلا بيكي، شرفتينا الأول. ميرسي، أنا شرف ليا. أكيد ألوان ربيع، دايما إحنا الشتاء بنبقى يعني إلى حد ما حاسين باكتئاب، يعني الشتاء دايما أسود ألوان الخوامق، مع إن أنا مش شتاهم والدنيا ربيع عندي مش بيفرق معانا، لكن عامة الشتاء فعلا بتبقى ألوانه صعبة جدا. وإحنا داخلين بقى على ربيع وصيف، فقولي لنا كده الأول بشكل سريع ايه الالوان والموضه بتاعت الالوان بتاعت الربيع والصيف. الصيف والربيع الاصفر بدرجاته، الاحمر بدرجاته، فوشيا بدرجاته، الاورنج بدرجاته. بس كل درجه بتليق على، يعني درجه الاورنج معينه بتليق على درجه معينه في البشره. كنت لسه هقول لك، انت قلتي كل الالوان الصعبه جدا، يعني الاحمر عايز ناس معينه، الفوشيا عايز كل واحد له درجاته بالظبط. طب احنا عايزين برضو، وانت بتقولي لنا ده بقى، تقولي لنا مين يلبس ايه ومين يعني يبعد خالص عن ايه. يعني الدرجه السمراء، البشره السمراء ما تلاقيش على الاحمر الفاقع، يكون الاحمر غامق وبرضو مش نبيتي عشان ما تغمقهاش. مش نبيتي، النبيتي بيليق اكتر على القمحيه. في لون احمر كده مدي شويه ضايق اورنج، هو ده المطلوب يعني؟ لا لا، ده مش المطلوب. امال ايه ده؟ ده لازم حد عامل تان شويه، يعني درجه ولا درجته سمراء ولا درجته بيضاء، عامل تان لو برونزيه، درجه برونزيه زي الاورنج بالظبط. لا كلنا بنبقى كده في الصيف يعني ما لا، في ناس يعني مثلا الابيض لا بيبقى الاورنج عليها باهت. الاحمر الفاقع ما ينفعش مع الدرجه السمراء. فالدرجه الدارك ريد اللي هو افتح من نبيتي شويه تليق على القمحيه، النبيتي برضو يليق على البيضة يبقى حلو قوي. الاصفرات برضو بتليق على البرونز، تليق الابيض قوي، يعني ما ينفعش واحده بشرتها بيضة قوي مع الاصفر شكلها بهتان. الابيض كمان تبقى بهتان اعتقد، يعني بالزبط. الابيض والاصفر كمان اعتقد يبقوا حلوين قوي على السمر. على السمر وعلى البرونز، يعني وعلى القمحية. بتلبس الوان تلاقي الاصفر والالوان الفوسفوريك والحاجات دي تلاقيها منوره، يعني فاهمه؟ والله بجد بتبقى بيبقى شكلها حلو، بيبقى شكلها ملفت وحلو فعلا. هنرجع تاني للالوان الفوسفوريه ولا خلاص؟ لا خلاص، لا خلاص، ودتها راحت. انا كنت بحبها ليه كده؟ لا هي حلوه، بس كل الحاجات اللي عندها دلوقتي انا كده وخلاص انتهت يعني. طيب ايه رايك نشوف بقى شويه من النيو كولكشن وحاجات السواريهات؟ وانا الحقيقه شفت حاجات حلوه قوي، فتابعونا بقى هتشوفوا حاجات هتتبسطوا جدا. ده اول حاجه. والاصفر، الاصفر يعني كمان نيو كولكشن. كلمينا بقى عن الفستان لا نرجع تاني بس للاصفر عشان اعرف ايه نوع الماتيري او القماشه بتاعت الفستان. القماشه هي جيرسي بتليق على يعني بتاخد اي شكل جسم، بس طبعا مش بنصح بيها حد مليان. انا كنت لسه هقول لك الجيرسي دي اعتقد انها لازم حد سليم كمان. حد سليم او جسمه كيرفي بس يعني مظبوط، ما فيهوش ضيفوات كتير. من ورا ده سبايدر ميتال، هو الميتال زعمتها ان اللي طالعه موضه قوي، المعدن كله طالع موضه. اي الوان معينه يعني؟ ذهبي ولا فضي ولا كل الالوان؟ هو الذهبي اكتر من الفضي. الذهبي والفضي اوكي معانا، بس طب يبقى ممكن نشوف الصوره اللي بعد كده. ده كولكشن قبليه. دي الفنانه طبعا مي، يعني حبيبه قلبي، هي رائعه الحقيقه. ما شاء الله كل حاجه بتحليها كمان. لا بالظبط، ده كولكشن اللي قبليه. طب واللي بعده كامل ممكن نشوفه؟ ده كولكشن الجديد. هتلاقيه ستايله قديم، الفينتج خالص. في قطيفه وفي تول منقط، في كبير وفي شيفون ساتان، يعني في رجوع تاني ان احنا نلاقي حاجات فيها كبير. جدا جدا، يعني السنه دي فعلا هيبقى والدانتيل جدا. اوكي نشوف اللي بعده كامل. ده دي فنانه توفي لطيفه وانا بموت فيها اصلا. لطيفه كلنا يعني كله لطيف. ده برضو دراس من نيو كولكشن،
كله هو شغل هاند ميد. ده هاند ميد؟ ده هاند ميد لولي وخرس. الشغل حلو جدا. انا ملاحظه ان انت لغايه دلوقتي كله شغاله بالذهب، يعني نقدر نقول ان الذهبي هو اللون اللي موجود جدا. ميكسينج مع اي كولر. طب والقماش بقى ده ايه؟ ده قماش تقيل شويه بس في نسبه لكرة، ده بيرفع الجسم. ده بيرفع يعني لو واحد يعني ممكن لو واحد مليان شويه اوكي. طب خلاص يبقى معانا احنا في اللكرة ندوس بقى. لا طيب معلش تاني الابيض في السواريهات. اوف وايت طالع موضه قوي الابيض سواريهات، عشان كده قلت مع الجولد عشان يكسر شويه حده الابيض. الاوف وايت طالع موضه قوي في السواري. اوكي نشوف اللي بعده. ده برضو من نيو كولكشن بليزر فوشيا، طبعا برضو من الالوان اللي طالعه موضه جدا الصيف اللي جاي. دي ملهاش سن معين يعني انا اقدر البس ده واي سن معين يلبس اللون ده، ولا ده اكتر للشباب لا 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 انا شايفه ان دلوقتي ما بقاش سن معين يلبس الكالر ده، قلت بدرجاته. يعني مثلا حاجه زي ناين بينك لا انا شايفه انه خلينا في السن الصغير احسن. الدرجه دي لا تنفع اي سن. وعادي بتليق على اي درجه بشره يعني بيضه وقمحيه اوكي معانا. طيب نمشي اللي بعده. نشوف اللي بعده يا كام بليز. ده برضو من نيو كولكشن. دي بقى الباستل كولرز، دي برضو معانا جدا الوان الهاديه. البلاش بينك والاوف وايت والمنت وكل الحاجات دي ستيل ان، وبتليق جدا في كاتب كتاب الخطوبه. جدا طبعا تبقى يعني رائعه. وبعد كده بتدي نعومه وسحر للبنت على ما بتدي شكل انوثي قوي. فعلا دي حقيقه، خصوصا كمان في الدانتال يعني بيضيف. طب اشوف اللي بعده. هي نفس الصوره احنا نلاقي بس شكل تاني لولي. يعني اظهر ال ده دريس كله دانتال قصير وكله على الصدر لولي بنفس الكالر البلاش بينك. يعني احنا بنتكلم لغايه دلوقتي اتكلمنا في المثل واللولي كمان طالع موضه. اللولي بس انا بحب اللولي يعني مش ان يبقى كتير، يبقى خادم الديزاين. اللولي نستخدمه اكسسوار ولا ممكن في الاثنين؟ انا دلوقتي حاطه في الدرس. في الدرس يعني اعتقد ان هي كده مش محتاجه تحط غير ايرينجز بس. طب نغير. ده نفس الدرس كان اول واحد شفناه. تمام. وده الظهر بتاع اول واحد شفناه اللي هو بقى شغل الماتل. ده الماتل سبايدر من ورا. ده دريس باي ذا واي ماي سليم لبسته في الفالنتاين اللي فات. كان مختلف برضو ومن فوق في حاجه برضو على ما ده الدريس الفوشيا ده برضو ماتل على الهارت شيب اللي فوق. حلو قوي الحقيقه. ده برضو ده تحفه اللونين على بعض. انا بالنسبه لي دول ماي فيفرت. شفتي بقى يبقى احنا اسبقنا تلقي الحقيقه لان ده اللونين مع بعض الاورنج والفوشيا الغامق وتركيبتين غراب جدا مع بعض جدا بس حلوين قوي مع بعض الحقيقه. فعلا هو عامه هتلاقيه دانتيل فوشيا والجزء الفوقاني هارت شيب فوشيا والسكيرت اورنج، فالرابط ما بينهم الدانتيل. لا 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 دانتيل فرنش يعني احييكي عليه احييكي عليه الحقيقه. نشوف اللي بعده كام. ده برضو اورنج وبقول ان هو درجة دي يعني درجه البشره اللي هي التاند تلاقي يعني ابيض من كده يعني درجتها افتح من كده لا مش هتبقى مش هتبقى حلوه هيبقى باهت. جدا. وده دانتال برضو وفي طبعا هو بس هو مش باين في الصوره قوي حزام ميتال مفرغ. يعني دايما بنلاقي في دريس حاجه ممكن نلاقي دانتال وفي نفس الوقت الحزام يعني حزام او جزء من الفستان او كده حاجه ماتل. بصي هو مش كل الكولكشن عندي كده بس هو بس يعني بعض موجود. انا بحب بتكسافة. دايما الدريس السيمبل بس يبقى فيه حاجه مميزه فيه. يعني لازم تكون البنت مميزه في المناسبه بتاعتها، مش اي حد لابس نفس الدريس ولا حتى قريب منه. فهي تاتشز يعني مش كله كده بس بيبقى شكله حلو. ده نفس الدريس الاورنج في الاورنج. لا ده حلو قوي الحقيقه كله يعني. شوف اللي بعده. ده احمر. ده الاحمر مش على اي حد انا بصي اخر لون ممكن افكر فيه في حياتي. لا 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 عادي يعني تليق عليكي مثلا درجه الاحمر الغامق يعني ولا النبيتي ولا قلنا الاحمر الفاقع، احمر غامق يبقى احمر غامق. هجرب بس ما عنديش الثقه ان انا امشي في فستان احمر ده عايز لا عادي يعني. الناس كلها عامه الكلاينتس كلهم بيجي له خايفين من طبعا نفسهم يلبسوه وعارفين ان هو مميز جدا بس هم خايفين. هي مشكله انه الديزاين يبقى مظبوط ولدرجه الاحمر يبقى مظبوطه. ده برده شغل كله هاند ميد. حلو قوي الشغل اللي انت عاملاه الحقيقه. ده شغل هاند ميد جولد وكل الشغل برضو في دايموندز برضو روبي نفس الكالر بتاع الاحمر. باي ذا واي الجولد والهاند ميد طالع موضه جدا الشغل هاند ميد. خلي بالك احنا ده اخر سؤال دايما بساله لكل ضيوفي.
ايه اخبار الاسعار بايه. اوكي. فده بيخلي ده بقى طبعا الاسعار مي بيبقى اغلى شويه من طبعا. العادي ده اكيد. طب نشوف ده الكولكشن اللي فات من الفنانه مي برضو. دي حاجه كمان ده سوري شتا. ده كان الشتا اللي فات ده قطيفه طبعا. وبرضو في شغل بس خفيف جدا اللي على الشولدرز وعلى الويست. احنا كده ختمنا بحاجه زي ما بيقولوا يعني حاجه من الكوليكشن اللي فات وكان حاجه شتاء. لكن يعني بجد بحييكي الوان حلوه قوي قوي وخصوصا ان فعلا احنا محتاجين الوان. احنا دايما بصي البنت المصريه عامه وخصوصا عشان الجسم المصري لحد ما يعني ملفوف شويه يعني زياده شويتين فدايما تلاقي السواري بتاعنا اسود. لكن انت الانطلاق بتاعك الجميل في الالوان فانا بحييكي طبعا على الحاجات دي. واخر سؤال وبسرعه علشان احنا بنختم الحاجات دي اسعارها مش هقول كام بس في متناول الجميع نقدر كلنا نجيب حاجه زي دي ولا انت بقى في يعني؟ لا طبعا انا تلات ارباع الحاجات عندي في متناول الجميع. في حاجات بقى تبقى يعني حسب باي اوردر كتير لو في حاجات فيها هاند ميد كتير لا طبعا برايس بيزيد شويه بس ان هو لا البرايس في تناول الجميع يعني نقدر نيجي وعليك يا يلا اي بنت ان شاء الله ربنا يكرمها عندها خطوبه عندها فرح عندها كده كاتب كتاب احنا شفنا وده موسم عامه يعني بالظبط احنا شفنا الوان حلوه قوي. اختاري الالوان الجميله الهاديه اللي تبين نصك وتبين رقتك وخصوصا في المناسبات زي دي. عايز تحضري فرح ممكن تاخدي بقى الالوان اعتقد اللي هي الصارخه لكن طبعا في يومك بقى لازم انت الوان هاديه عايزين سندريلا سندريلا زي ما بيقول. في نهايه لقائي اسمحوا لي اشكر ضيفتي مصممه الازياء الاستاذه نهال خليفه شرفتينا وبجد اتمنى لك التوفيق وشغلك فوق الرائع. ميرسي ربنا يخليك. كده نكون وصلنا نهايه حلقتنا بكره ان شاء الله موضوع جديد وصباح جديد وان شاء الله يكون علينا كلنا سعيد وصباح دريم. الى اللقاء.